أجدد شكري للمرافقين السي لازم الشعب الولائي والسادة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، وأشكرهم على صبرهم معنا في هذا اليوم الذي أبينا إلى أن نستكمل إن شاء الله تنصيب كافة السادة أعضاء المجلس الشعبي البلدية لولاية بسط. كما كذلك أجد نفسي مسرورا جدا بوجود أبائي وإخواني المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين الأسرة الثورية، كما أرحب كذلك بحضور معنا السيد النائب البرلمان السيد بريجي، وكذا طبعا السادة أعضاء اللجنة الأمنية والسيد كذلك عضو البرلمان السيد عمار الجيل. أخينا المحترم سي عمارة كذلك نرحب به وشكرا على حضور معنا، كما أني جد مبتهج كذلك بوجود مجموعة كبيرة من الشباب ومن المواطنين وكافة الشرائح على مستوى هذه القاعة التي فرحت بها جيدا، لأني نقلنا في عدة بلديات ولم نجد قاعة كهذه أي نستطيع أن نجتمع فيها، وهذا يعني شيء يسرني ويفرحني، ونقول بأنه على الأقل فيه أمور دارت فيها في البلدية اللي هي بلدية طبعا أعتبرها بلدية استراتيجية. وكما كذلك أشكر إخوة في مصالح الإعلام في وسائل الإعلام المسموعة والعرضية والمكتوبة على صبرهم معنا ومرافقتهم لنا، وهذا يعتبر كذلك تشجيع بالنسبة للإخوة في المجلس الشعبي البلدية كبداية في تنصيبهم. المرافقة الإعلامية ضرورية جدا، وأتمنى أن تتواصل بهذا الشكل تشجيعا للمجهودات المبذولة من طرف الإخوة على مستوى البلدية. إذا نسيتم كاش واحد من الإخوة والأخوات هنا أعتذر على ذلك. إذا أرحب بجميع الحضور في هذه القاعة، كما قلت نحن جد مصرين اليوم بهذا التنصيب في هذه البلدية اللي عندها مستقبل زاهر إن شاء الله، كون أنه ما يخفاش عليكم بأنه عندها مشروع هام وهو مرور الطريق السيار شرقها تاع الهضاب العليا اللي ربط الشرق الغرب البلاد بشرقها، راح يمر ما يكونش بعيد على هذه البلديه طبعا يمر عليها، وبالتالي راح يعطي طبعا واحد الحركه اقتصاديه وسياحيه خاصه لهذه البلديه، بالاضافه الى عده مؤهلات بير المقدم عندها عده مؤهلات باش تحسن وضعيتها من ناحيه المداخيل وضعيتها من ناحيه الحركه التجاريه والاقتصاديه والفلاحيه كذلك. بهذا المقام أذكر في البداية بأنه إذا جرات انتخابات ووقعت حملة انتخابية ووقعت انتخابات ووقع فوز، إذا وين الفوز هذا؟ أسفر كما تعلمون على نجاح طبعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي بسبع مقاعد، وحزب الاتحاد الوطني بست مقاعد، وحزب الحرية والعدالة بمقعدين. لكن في بداية كلامي والكلمة طبعا مختصرة لضيق الوقت، أقول بأن هذه الحدود هذه خلاص راحت، هذه ار ان دي اف ال ام بي ال جي خلاص لازم اليوم نساوها، إذا ما نسيناهاش ما نشي مستوى من التحضر. اليوم هذو الأعضاء كامل ستة وسبعة واحد سبعة ستة وسبعة واثنين يساوي واحد، شكون واحد هذا؟ وبالمقابل لابد من خدمة هذه البلدية، راهي محتاجة إلى مجهودات كبيرة في جميع الميادين، في جميع الميادين بدءا بالعالم الريفي. عندكم 23 تجمع سكاني اللي مازال يحتاج إلى جهد وجهد كبير. قلت في بداية وصولي هذه الولاية بأن تبسة مازالها استدراك هام في فك العزل، استدراك في الكهرباء، استدراك في الغاز، استدراك في الطرقات، استدراك في المدارس، استدراك في المصحات، في جميع المجالات لازلنا محتاجين إلى مجهودات كبيرة رغم ما بذل من جهد. وبالمناسبة أتوجه بشكري شكري الجزيل لأعضاء المجلس السابق، أعتذر لم أرحب بهم ولم أذكرهم، إذا كان من مجلسنا نرحب بهم ونشكرهم على الحضور، إذا كان غايبين كذلك أجدد الشكر لهم، والشكر للسيد رئيس البلدية السابق على المجهودات لانه التنميه اللي بدلوها لان التنميه متواصله. لا يمكن باي حال من الاحوال كما حضرنا اليوم تنصيب المجلس الجديد سوف نحضر او يحضر غيرنا من على خمس سنوات لتنصيب محضر المجلس الجديد، اذا المسيره متواصله وحتى واحد ما فينا ما يقول بانه الا انا ولا اللي قبل ولا اللي بعد، مسيره متواصله. فلهذا ادعو مره اخرى السيد رئيس الشعبي البلدي الجديد انه يواصل في التنميه.
ما لازمش نقول انقطاع في التنمية. كل ما بدأ فيه وهو جيد بالنسبة للمواطن في هذه البلدية لابد أن نستأنفه، لابد أن نواصل فيه، لابد من تواصل. كما أنه كذلك لابد على المجلس الجديد أن ينتبه لنقاط الضلل بين قوسين في التنمية. ما غفل عليه المجلس السابق لابد أن يستدركه هذا المجلس الجديد. وكما قلت ما بقاتش حدود ما بين الأحزاب، وسمحوا لي على الصراحة ما بقاتش حدود بين الأعراش. ما بقاش هذه كلمة العرشية هذه خلاص. إن فوا يعني مجلس بلدي راهو اللي أب وأم الجميع بمختلف الألقاب والفئات ومختلف التجمعات السكانية. إذا دون إطالة يدنا راهي ممدودة للمجلس الجديد معنويا وماديا. كلنا إرادة باش ندعموا السيد الرئيس في العمل نتاعو في هذه البلدية إلى أن إن شاء الله يخرج إلى بر الأمان بالنسبة للنقائص اللي فيها. وأدعو السادة مرة أخرى أعضاء المجلس الجديد للتلاحم والانسجام. التلاحم والانسجام لتجاوز هذه البداية وأصعب الأمور ابتداء.